هذه امرأة تقول: أيهما أعظم حقا، حق الزوج أو حق الوالدين؟ فإذا منعني زوجي من الذهاب إلى أمي مع طول غيابي عنها، هل يجب علي طاعته أم أذهب إليها؟ نعم، تذهبين إليها، لأن حق الأم مقدم على حق الزوج، وليس للزوج أن يمنع من الواجب، لا يمنع زوجته من الأمر الواجب عليها، وبر الأم واجب عليها، ولا من الحج، حج الفريضة، إذا تيسر لها محرم لا يجوز له أن يمنعها من الحج. نعم.